مرحبا واهلا وسهلا فيكم بلعبة هاف لايف أليكس. تحمست اني ارجع اتابع اللعبة هاي بعد ما توقفت عنها لاطول فترة من بعد كل الحلقات السابقة اللي رفعتهم لهلا لعبتهم خلال مدة قصيرة. هذه اطول فترة بتوقف عنها عن اللعبة، بس حبيت قبل ما العب افرجيكم شغلة. ميزة بلعبة هاف لايف أليكس مش موجودة كانت للأسف بسكايرين في ار، وهي السبيكتيتور كاميرا اللي انا عم بستعملها لحتى اني اصور الفيديو هذا. عملها سموثينج لحتى ما كتير تهز الصورة قدامكم. راح احاول العب الحلقة هاي والحلقات الجاي على اقل قدر من الاهتزاز، ما كتير اني اقعد اتحرك لحتى ما اني اتعبكم بالنظر. بس حبيت افرجيكم على الميزة هاي اللي هي منا موجودة للأسف بلعبة سكايرين في ار. اكل حال راح نكفي من المكان اللي توقفنا فيه آخر مرة، وعم بلعب على مستوى صعوبة الميديوم، منه أسهل شيء. اخترت لحالي مستوى شوي أصعب، وجاني كتير تعليقات إنه أنا عم بتوتر وعم بتعجل وبالتالي عم بضوع كل الطلقات، ومعكم حق 100%. وهات لنرجع نشوف. أويا باي ذا واي الصوت عالي شوي، خليني اجرب اذا فيني انا اني اوطيه. اذا فيني اوطيه ثواني شوي. هالقد منيح، معقول تمام. شو وضع صحتي؟ صحتي عاوز شوية طاقة. بس ويت وات، ما معيش انا شي. تمام، احنا كنا بدنا نيجي ناخد هاي الشغلة من هون مزبوط، بعد ما مرقنا وفجرنا اقولك بعد مع الضوء هذا. اوه يا 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 يا. فعم بلعبها لأول مرة، ما عندي أي أدنى فكرة شو ناطرني. فيني هذا إني أعمل له هيك بإيدي؟ نسيت حتى كيف الجرافيتي جلاف كيف بيستعملوها. هلا أنا شفت، أنا حاطط الطاقية على راسي. وات؟ هيبلع؟ alright ما بلعاش. تمام. تمام. اوكي. معي بعض الطلقات. يا فعم بتعجل كما يبدو. على كل حال خلينا. اوبس. يا لازم اكون كابس على التريجر لحتى. alright ان شاء الله ما يجيني شيء من هوني. طلع كلها متفجرات يا معلم. هذا الباب بدي افتحه انا. اوه تبع الصحة. alright what؟ ليك من هون منا مبيني. كيف هيك؟ وات؟ على اي اساس؟ حسب المسافة هون، لانه المسافة قريبة. اوكي شور. حسب المسافة النقطة هاي بالنص بتبين. ليك نايس، فيني انه بالمسدس كمان اني ازيح الباب. شو الوضع هون؟ انا كان مفروض اني افوت لهون اساسا. وات؟ انا بصراحة نسيت احنا وين كنا. على كل حال هذيك هناك انا راح اخليها، حطها على جنب هون. اني ماني متذكر انا من وين دخلت. من هون. اوكي يا دخلنا من هون. يا لاني نسيت دخلت من وين، وما بعرف شو ناطرني هون. واو يا ما هي أليكس نوع من يعني مزيج من لعبة رعب على لعبة شوترز. طيب ليك هذول هون. بحب امسك كل اشي. على كل حال انا قديه معي طلقات؟ معي مش كتير، 40.
كيف بيمسكوه هلا؟ فيني ارجع اسكره اذا بحط طلع لي شيء مش حلو؟ وات في هون؟ alright خليني قبل ما افوت على المكان هذا انا في كمان فيني كمان استعمل هدول المتفجرات. هاي ايش؟ تمام. يا فشغل بالفي ار انه انا ماني حاسس حالي عم بطلع على شاشة. الشعور مختلف. شايف حالي او حاسس حالي اني موجود. يا فهل انا بحاجة اجمالا صحتي منيحة ماني بحاجة اني هلأ ارفعها. تعال نشوف هذا الباب اذا بروح. ما بتصور بروح مكان. اوكي. يا هون انا كان في عندي متفجرات. Just in case احتاجنا له. What? Loading? Oh, loading. Okay. ما بعرف اذا بحال هذا الباب سكر هون. بس اوه هاي بعدها معي. نايس. اوكي تعال نعمل هيك مسح على المكان كالعادة. في جثث هون. يا انا حاسس انه اللعبة حتصعب. ما بعرف اذا بامكاني اني اخفف. اوكي هذا اللاسلك اللي معه يمكن بعده شغال. فيني هدول انا امسكن وينهم؟ انه يعني انه اضرب فيها مثلا بس طلع بتحسها هيك حالتها تعباني ماني حاسس حالي. يا ريت لو فيني امسك شيء. انا بفضل اني استعمل شغله اني اضرب فيها بايدي ولا استعمل المسدس. تمام. باي ذا واي قديش الساعه هلا عشان اعرف حالي؟ ويت قديش عم نصور؟ اوكي الساعة 3:30. يا عشان ما نطول الحلقات عليكم كتير. هون شو في؟ شو هذا؟ يعني بحاول اني يمكن اشغل حالي عن اللعبة. وات؟ يا انا حاسس اللعبة شوي حتصير تجيب لي هالكومباينز هذولي. هذول طبعا هلا صار معهم اسلحه هلا يعني راح يحاربوني كمان بالاسلحه. زي كاني انا عم بقرب يعني عم بقرب على شيء مخيف. نعم عم نقرب شباب. حط هذا هون بس مش حدا يجي يقوص علي. اوكي هاي في عالم هون. في عالم. committed preparing condition delta. مين عم بحكي؟ طيب المنطقة هون إلى حد ما أمان. خليني ادور اذا بلاقي انا بحاجة لطلقات.
في كتير رزن، أنا مش عاوز رزن، عاوز طلقات. Combine. Russ, these guys have automatic weapons. They're alien commandos, of course they have automatic weapons. We'd have them too, but Combine weapons are gene-coded, so out of luck. Unless you find one that's unbonded, or you're open to some minor genetic modification. What? I'm good, Russ. I'm just gonna roll with these genes that I've got. طب الكومباين اذا انا بحل قربت عليهم يعني هيعتبروني مجرم ويقوصوا علي ولا شو الوضع؟ انا عم بدور على ماني مستعجل لحتى اواجههم، ماني مستعجل بالمره. بطلع اذا فيني فيني ألاقي ذخيرة بهالمكان اللي أنا فيه. يا بالمناسبة أنا عم بفكر إذا بحال اللعبة صعبت علي احتمال كبير إني أخفف الصعوبة. بتزعلوا مني إذا أنا بحال خففت الصعوبة؟ شو عم بصير؟ اوه هادي هون فيرفيو جانكشن. احنا هون المكان اللي بدنا نجيله؟ فينا اقوص عليه هون؟ بس ما بدي اني استعمل الذخيرة اذا مش بحاجة احنا مزبوط المفروض انه يجي على الجانكشن هون لسبب ما. أنا ماشي، اللعبة كما يبدو عم بتوديني بهالمحلات هاي. بدي أنزل لتحت يمكن، لحظة. في شي هون؟ بدي أطلع أشوف شو عم بيعملوا. بجرب اتعود. نعم شكلي راح انزل لتحت. ويت لما فيني اني مش كان مفروض كان بامكاني اني اختار كيف كان يعملوا هاي الشغلة؟ ما بعرف. نسيت اللعبة، نسيت اللعبة. إذا حبيت إني مثلا أطلع على مكان أنط على مكان ليش ما فيني؟ أوكي هذا الجهاز اللي بطور الأسلحة. أنا بتصور بحاجة. طلقات اعطيني. تمام. اورايت. هذا كيف بيفتحوا الجهاز؟ إلو لغز؟ يا كيف كنت انا اطلع انط؟ مش عارف. مالتي تول وينه؟ وكالعادي في لغز جديد بده ينحل. هاي شو بتعمل؟ فيني استعملها مالتي تول؟ اوكي تمام. اوبس انا هون قربت على الحيط كثير. هاي تنزيح. معاي 42 رزن، شو فيني اعمل فيهم؟ تعال نشوف شو هي الامكانيات اللي انا فيني استعملها. مثلا على هذا شو في عندي هون؟ عندي ريفلكس سايت حطيناه. بيرست فاير شو بيعمل هذا؟ ادز توجل بتوين 3 شوت. لا بوليت ريزرفوار ادز ريزرفوار ذات هولدز 10 اديشنال بوليتس. ليزر سايت
فور بيتر. معقول انا هذا يلزمني اكثر؟ طب تعال نشوف السلاح الاخر وينه هذا. ويت كيف بشلوه؟ اعطيني اياه. وبدنا نحط هذا محله. هذا شو له؟ هو هذا ليزر سايت. هذا بعشرة ليزر سايت دبل شوت. اه بس هذا مشكلة طلقاته ما عندي كتير طلقات. مشكلته ما عندوش طلقات كتير. اوتو لودر حلو. اوتو لودر جرينيد لونشر اوكي. انا هون عندي عشرة راح استعمل هاي. راح استعمل هاي لانه هذا السلاح قوي. بده كمان لانه كما يبدو المخلوقات اللي راح نواجهها راح تصير اصعب. تمام فرجينا شو. اوه وات شو هيك الليزر سايت؟ ار يو كيدينج مي؟ يعني هيك انه اي شيء بالدويره رح ينصاب؟ مش عارف بس نايس. واذا بدنا نطور السلاح الثاني هذا عم ليزر سايت نو بوليت ريزرفوار. لا مش راح اتعجل فيها هلا. خليني على هذا. خليني على هذا ممكن اني ارجع اذا الليزر سايت تبع الشوت جان عجبني ممكن استعمله على المسدس. يا هون كيف انا كنت انزل؟ شو اللي صار؟ في غيرت شيء بالاوبشنز؟ اوه في رزن هون. تعال نشوف الاوبشن كيف بفوتوا على الاوبشنز. options preference movement. يا يعني ممكن اذا حبيت hard story. هلق انا عم بلعب على النورمال كمان. لا مش على story ولا على easy. عم بلعب على ثالث صعوبة. طب حلعبها انا the simplest. نو ما رح العب على 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 اسهل شيء. حنختار الايزي اتليست. ماني عم بلعب على اسهل شيء حتى اقول لحالي انه انا ماني كثير قاعد عم بغش. بس الكونتينيوس غريب anyway. ما بعرف ليش بس بتذكر زي كان فيني اني Are you kidding me? ما عنديش طلقات. اوكي. معلم انك تلعب فيرست بيرسون شوتر على شاشة كمبيوتر شي What? كيف بلودو؟ نسينا اللعب يا معلم. يا فانك تلعب على الشاشة مثل اي لعبة تانية وانك تكون موجود بالفعل بالصراع هذا شيء مختلف. بس مثل ما عم بتلاحظوا عم بحاول هلا اني اتأنى حتى لو خففت الصعوبة على حالي بس عم بحاول شوي اني اتأنى اركز ادقق حتى عم غمض عيني الشمال وانا قاعد عم بتطلع بهاي يعني بس لحتى كمان هيك اني اجرب اركز اكتر بالتصويب. هذا بدي اشوف الصندوق فيه شيء ان شاء الله يكون معهم ذخيرة بس
إن شاء الله يكون معهم. ها شو هاي؟ وين الضوء الكشاف الضوئي اللي بيقول لي انه بيشتغل انه لحاله على العتمة؟ وينك يا راسل؟ طيب هلا هذا شو فينا ندور فيه؟ ما معكش ذخيرة انت؟ معقول قاعد عم بتقوص هيك علي كيف مكان؟ لو في عندي هيك انه هذا اجرين كنت يمكن دعست عليه كمان. شو بعرفني. اوكي وهذا المسكين كمان قتلوه عشان ابصر شو كان عم بيعمل هون. اوكي صحة انا عندي هاي هون. اوكي ها ما بعرف اذا على الايزي اللعبة بتعطيني ذخيرة اكتر. ها طلع هاي ذخيرة. شوف صح انه هلا عم بجمع ذخيرة بس مش راح اتعجل، احاول اني كمان ادقق اكتر بالتصويب واركز. يا اه ليك هذا هون خالص جاهز، خالص مخلص هذا. اوكي هلا انا ما كتير صحتي ناقصة يا حرام والله، انا عم بزعل عليهم هذول. مش كتير يا I don't need that much، يعني ما استهلكناهاش كلياتها. هات نسكرها مثل الناس المحترمين بسكروها بعد ما يخلصوا. اوكي alright يب بدي اتقدم بحذر، اتقدم بحذر هاي الفكرة واجرب اصيبهم بالراس. I know if you combine. بالراس يا معلم بالراس. What? يا اللعبة عم تعطيني قاعدة ذخيرة أكتر. مان في كذا واحد. واو مش عم نخلص يا معلم. مات اللي بعده. يا مان مثل ما بتلاحظوا ماني عم بحكي كتير عم بحاول اني اركز باللعب. طلع انه حتى ايدي عرقت يا زلمة على التركيز، على التركيز ايدي عرقت. بس كانوا اثنين؟ هذا كله اللعب والضغط على شخصين بس؟ اوكي
كنت مفكرهم يكونوا أصعب من هيك الكومباين. أوبس، إذا يخطط بشي هوني. يا من هاي الصعوبة بالفي آر إنك بدك تكون واقف بنص الغرفة، لا كتير تتحرك بمكانك يمين وشمال. ف وصلنا الجنكشن تمام. اها هاي اللعبة يا معلم عم تعطيني قاعدة ذخيرة أكتر صارت هلأ مع الإيزي. بس مثل ما عم بتشوفوا أنا هلأ صرت عم بجرب أني أدقق أكتر بالتصويب، ماني عم بتعجل. أوكي بعد عنا فينا نلعب شوي قبل ما نوقف الحلقة هاي. بيكون شوفي عندي. أوكي هلأ أنا شو المفروض أعمل؟ تعال نشوف هدول الصناديق الزبالة بيكون فيهم شي مرات. بعد في كمان ما خلصنا. اوه منتبهين لي هني. هني منتبهين لي. اوكي. What is happening? Tamal? What? Whoa! في إيش فقع فيه؟ شو كان حاطط هذا؟ اوكي يا ترى لو عم بلعب على النورمال كان بيطلع عددهم اكثر من هيك؟ مش عارف. ذا لاست اوف ذيم. ليش ما فيني انا شو عم بعمل قاعد؟ هل فيني اني احركهم؟ مش عارف. اوكي يب اللعبة عم تعطيني قاعدة ذخيرة أكتر، أنا هيك حاسس. وحتى الرزن كمان عم بيعطوني قاعدة. يلا صار معي 110. وات؟ هاي بنحتاجها، صرنا هيك مخزنين اثنين. نرجع للمسدس. طيب هون الظاهر بدنا نعمل شيء. كما يبدو بدي اعمل شيء هون. بس الشيء هذا على الارجح رح نعمله بالحلقة الجاي، لأنه ما بدي أطول عليكم حلقات الـ VR لأنهم بيكونوا متعبين للنظر. حتى لو أنا عم بحاول إني ما أقعد أتحرك بمكاني. بدي اشوف شغله هوني. هدول البوابات اذا استعملت المالتي تول تبعتي فيني اني الهم مثل اسلاك كهرباء هون. ما في الهم اسلاك كهرباء. anyway شو بدنا نعمل هلا هوني؟ خلي معك المسدس تحسبا. تمام انا على كل حال رح اختم هاي الحلقه هون ومنكفي بالحلقة الجاية لنشوف الظاهر بدنا نعمل شغلة مهمة بالمكان هذا، فرح أخليها للحلقة القادمة. إن شاء الله تكون الحلقة هذه عجبتكم وما تزعلوا مني إذا خففت الصعوبة.
ممكن ارجع اني ارفعها هيك من وقت للتاني حتى اغير جو، واذا حسيت اللعبه منها كثير حماسيه بالنسبه لي فينا اني ارفعها واوطيها مثل ما انا عاوز وقت ما بدي. اوكي، نشوفكم الحلقه اللي بعدها، خليكم معنا.